انت يوم تخاطب ام محمد اسالوا عنك زين؟ طبعا اي انا اسالوا عني واجد وعرفوني اني رجال ولا الحمد ايه ايه فسالوني. لكن لي قصه حلوه في الخطبه وما الخطبه اذا كان تبغانا نجيبها يا ابو عطناها. انا طال عمرك اول ما خطبت قصة عليك انت اي زين اول ما خطبت إيه انا طال عمرك إيه؟ اول ما خطبت اول شيء خلنا نعلمكم. انا كنت اول شيء توظفت إيه؟ وانا صغير. وعندنا اللي توظف لازم انه اهله عاد يقولون يزوجونه تزوج إيه؟ يا سلام. توظفت لكن يوم طال عمرك لكن وظيفه مهب بالحين الوظيفه ترقل ترقل إيه؟ اي والله ولا يحبونها بعض الناس وهي وظيفه قاري عدادات. يا سلام. قبل ما اصير مهندس إيه؟ ايه قاري عدادات. متى صرت مهندس؟ الحين اخذت دورات ايه. الحمد لله بارك الله. صرت مهندس. توظفت طال عمرك قاري ها لا القاري وش هو؟ يطق جوا البيبان. اول كانت العدادات داخل البيوت. شوف فتلاحظ ان الناس مو طق طق بيبان طق طق من كهرب 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 ولها شغلة مهم واللي يشم منها الموزع فواتير موزع فواتير إذا ما لقيت أحد ولا ما فتحونك ولا ما لقيت أحد تحط الفواتير تحت الماء الباب وكل يوم أنت مدعس وعاسك تحت الباب ايه ما غير نازل طالع اي والله نازل طالع ولها شغلتين يعني الحمد لله تطورت الشركة الآن كلش تطور يا ربي لك الحمد أسلم بالأجهزة فا يعني هي الحقيقة عمل شريف ما في شيء ولكن الناس ما يحبونه أو يستحقونه يعني, يعني يبون واحد أفضل يبون واحد أفضل أيه. أيه. فيوم أني توظفت الشركة قاري وموزع قالت الوالدة نبي نزوج قلت أنا خلاص بس أخاف العمل الناس ينقدون علي يقول مو بزين وكذا قالت الله وانت لازم تقول وش عملك الناس قالوا لي خفت انهم يقولون لي قاري قالوا لا تعلم الناس قل اني موظف الكهرباء وبس استلم عاد معطينا هم رواتب عاليه عشان الوظيفه ما كل يعني يبغاها يقبلها اي لان تلقى ذيك الايام الموظف يستلم 2000 احنا نستلم 3.5 3500 بدون بدل السكن ما شاء الله ايوه يعني حوالي 4.5 ولا علمت انا ذيك الايام ساكت اي مو يعني فتلاحظ كانك مدير عام لكن الوظيفه مي بزينه هم عطوك زياده في الراتب عشان هالموضوع فقالوا لي الناس لكن لا تعلم لازم تقول لابو البنت انك قاري وموزع قل اني موظف الكهرب واستلم 4500 وبس وان شاء الله على طول اي المهم طال عمرك قالت امي خطبنا لك من الناس قال لهم مال فلان وين ساكنين؟ ساكنين في الشفا. اوه فيلا الجديدة وشغل نظيف. كان الشفا مرتفع اول سبحان الله اللي هو حي من تركيا الله يرحمه. اي فكان عيال النعمة كانوا ياخذون الشفا، ليه سمي الشفا؟ مرتفع عن سطح الارض. مرتفع يعني تلاحظ الرياض كريم كانت مفروحة والمرأة تطالعها وانت في الشفا، فكان مرتفع وكان اللي ساكن في الشفا ناس يعني مكانتهم مي بسيطة. يا سلام. حنا ساكنين لكن يوم في الحبونية وطويلة. ايه. عندك خبر يا مولاي. هي طويلة هي. ولا أحياء على قد حالة. المهم قالت أمي يلا نروح نخطب. هذا عام كم يا أبو؟ ما أقدر، السنين خلي على الله. لا لأن الطويلة والحبونية لما جيناها هذيك الأيام كانت في عز يعني مهي بسهلة اي عز لكن مشهورة لا لا انا اقصد انه غيرت اسمها لا ما حد يعرف لا بغض النظر اللي قصد انه يعني احنا لما جينا فيها اذكر عام اظن 1400 ايوه جيناها وشرى ابوي جعله في الجنة الفله بمبلغ مو بسهل يعني كانت بس كانت من الاحياء المتواضعه هي ومبهوحه ولا كلها حلوه مبهوحه هي قد اقدم اقدم اسلم المهم طال عمرك يوم رحنا للبيت الرجال ولا بيته بالشفاء ولا بيته مسلح وبيت حلو انا عادي اذا شخصت ولبست القتله البيضاء ولمعت
أوهق يعني يتوهق فيني الواحد يحس من يصير طخة يحس من في علمه حتى يعني يشوفني ما يقول ذا قريع الناس يقول ذا ما شاء الله في المرتبة الرابعة الخامسة في المرتبة الرابعة الخامسة مرتبة رابعة خامسة أنت مرتبة إيش خامسة مرتبة ثالث عشر ربع عشر لا ما وصل للحاجة شخصيتي لا التلميع طب صح ما وصل أنا الآن وأنت جيراننا أنا حسب ذيك الأيام حول وكيل وزارة حول ما أنت بعيد يعني متوقع أنا بس ما أدري عاد وطال عمرك حصل لي مر بالسيف ال 24 وندخل عند أبو الجال وأنا أبو الجال شخصية والله أول ما دخلت البيت ولا الزولية الإيرانية أول مرة ولا المزهرية والورد ولا شيء يعني على مستوى ناس جنتل ناس جنتل خفت أنا الحقيقة جضيت ويدخلنا في المجلس هو عنده معلومات عني إني صالح حصيني ويدخلنا في المجلس حياك الله يا أخ صالح يا هلا وسهلا عاد هو يوم شاف إني شكلي مقبول لا إله إلا الله مقبول كذا ورغب فيني يا سلام أي الحمد لله يوم جلست في المجلس إيه جلسنا في المجلس قعدنا في المجلس شوي يوم جانا القهوة والشاهي والفنجيل طقم والله أول مرة أشوف أول مرة أشوفها حنا عندنا أبريق الجبر ذاك البغضان القديم أول هذا طقم البريق أصفر والدلة صفراء أقول عندهم خطاطيب كذا بالجبر أحسن ما عندهم أحسن ما عندهم كذا إيه واسكت الموية خلت شوي ويدخل علينا ذيك الصينية لا إله إلا الله صينية فيها كاكاو أظنها باتشي إيه أنا ما أستغرب قلت الواحد قال ما في باتشي ذيك اليوم ذيك الأيام وأنا أتوقع أنه من ذيك الأيام كاكاو حنا أحسن كاكاو عندنا ذيك الأيام حلو وبقر إيه كان حلو هذا أفضل شيء أفضل شيء لا كان عندنا الباونتي لا وين الباونتي ما أظن ما هذا قبل 50 سنة لا إله إلا الله المهم وأخذ لي حبة من الكاكاو طيب الحين الباتشي ذكرتنا الباتشي بما أنك ذكرتنا الباتشي خلونا نطلع فاصل ونرجع نشوف قضية الباتشي هذه وش تقول الباتشي طال عمرك يوم جاءنا صحن أباتشي 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 هذه طيارة هي لا باتشي ها المهم ولا كاكاو ما ذقته أبد في حياتي الحقيقة واخذ حبة من الكاكاو واكلها يا جماعة طعمها من هذيك الأيام لها كم سنة طعمها هنا والطعم يجي هنا طعمها هنا طعم يهول قلت أنا يا حصيني خليك ثقيل ثقيل أول ما تأخذ البنت الحلال الله يطول عمرها أول ما تأخذها أول يوم توديني لها كاكاو أضمن خلي في بالك الحين إيه خلي الآن أنا بالي يشتغل أول ما تأخذها أول يوم أول شيء أروح لوعيها الكاكاو أخذ منه كاكاو على مستوى وأسوي نفسي ثقيل وقعد أنا وجلس أبو الجال معي هنا وجلس حياك الله يا أخ صالح وحنا نبي بيت الفلان بيت الحصيني وبيت الحصيني بيت الفلان وانت وجال ما شاء الله عليك وانت وإن شاء الله وترى شف يا صالح البنات في هالزمن هذا ما يبون الطق ما يمشي معهم بالاسلوب وانا عاد ما طق ولا بالسماء انا قلبي طيب نبي الاسلوب الحلو والكلام قلت سمت طال عمرك انا ما امشي الا بالاسلوب والطريقه الحلوه قال لي التفت عاد علي قال لي وين تشتغل يا صالح؟ انا ماشي بخطتي الاولى اقول له شركه الكهرب وخلاص قلت والله الحمد لله انا اشتغل في شركه الكهرب ولله الحمد واستلم 3005 من دون السكن يعني اللي بتجمعها من 3005 مع بدل السكن حول 4500 قال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صالح في منطقة وأنا قاعد أنا كذا في منطقة يوم قال في منطقة يوم في الزين نعم حزام الأمان قال في منطقة عارف الدعوة عارف الدعوة في منطقة خفت أنا حقيقة قمت أنتفض بديت أنتفض جتني أمركم قلت له
منطقة الشمال. قال ما شاء الله ما شاء الله. بأي قسم؟ يوم قال بأي قسم أنا جاني انهيار داخلي. داخلي انهيار داخلي. عرفت ان الكاكاو هذا ما والله اذوقه غير ما ذقته. اي والله وعرف شيء انهيار داخلي. تعرف ولد صغير ينهار ايست واقعد كذا ما عاد اهتميت فيه ولا عاد صارين. المهم قلت له صب لي قهوه. يوم قال ما يمنطق صب قهوه. صب لي قهوه واخذ ثلاث حبات واكلهم. عرفت اني ودعت ثلاث حبات وكلتهم. يوم اللي عاد اكلتهم خلاص ما عاد همني. ما عاد همني يوم اكلتهم. قال لي باي منطقه باي قسم؟ قلت قسم العدادات. قالوا انا قاري. يوم قال قاري عارف قال قاري. قلت مو موزع عندك شيء؟ عطنا صافي. قال عندك شيء طلع. قالوا خلاص رح ونبي ان شاء الله نكلمك بالتلفون رد عليك. لهم 40 سنة ما ردوا علي. هم الخسرانين. شوف الله يوفقهم. آمين آمين. الله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع. شوف يا محمد أنت ذاك اليوم تخطب. أي. لكن ما قلت لي أبو عبد المحسن عوضك الله أبو محمد يمكن الحين تشوفنا. ما بعد كملتها. صبرت على تخلينا الحجم. آسف. الله يطول عمرك. أنت من ذاك اليوم تخطب. أي. وسبحان الله وكان الله عز وجل مهيئ لك أم محمد. يا سلام. ثم رزقت بها ما شاء الله تبارك الله. يا الله يبارك. وأم محمد تستاهل كل خير. صحيح. الآن ما شاء الله تبارك الله وهذا حدث أمس. نعم. أصبحت جد لي مولود جديد ما شاء الله. الحمد لله. إيه نعم صحيح. ونقول ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. لك ولوالده عبد اللطيف بن عبد الرزاق الحسين. الله يبارك فيك بارك الله. وليش سميته عبد الرزاق؟ اي سماه عبد الرزاق. اي على ابوه. ما شاء الله ما شاء الله. فنبارك لك ونبارك لوالدته ونبارك لام محمد. اي ونسال الله عز وجل ولام عبد الرزاق. ولام عبد الله ان يسعدهم.